هذا نقيب هشام الله يذكره بالخير، كان من اهل الكوت وحيل كان يعزني فوق ما تتصور، بس كان بيه شغله مو حلوه. شنو هي؟ كان يحب يسخرني، خلاص جيب لي ماي، خلاص جيب لي شاي، وانا ما احب احد يتامر علي، فسويت له شيء وبعدها بطل وقام بعد ما يسخرني. وش سويت له والله؟ خمطت لي 10 شريطات رمال من الصيدليه مات وحدتنا، وقام كل ما يطلب مني ماي وشاي اروح ادق حبايه واحط له اياها بالقلاص مالته، بحيث بعدها قام يتوسد بي ويقول لي اذا ما شربت شاي مني ايدك ما ارتاح، الى ان جت لجنه فحص من الوزاره وسحبوا دم من عندنا وفحصوه، وهو طلع دمه متروس مخدرات وفصلوه من الجيش. الله اكبر عليكم زيدان. اي والله، بس بعدها تندمت وبيومها ما قدرت اتغدى، بس من اجى العشاء تعشيت ونمت. يا الله راتب، يا الله راتب. لكن انت اول البارحه من السلم راتب شنو يوميه؟ قول له المن. شنو المن؟ انت قلت لي قول له المن. اقول يا معود قول له مو قول له، هاي الخلايجة يستخدموها. وانت من شوكت صرت خليجي؟ هسه دي كافي شقدت مط بالسالفة. انت اسمع شجايتني بالرسالة، يقول المصرف راح يمنع قروض اعتبارا من يوم غد. ابو عمودي باشراني وياك نروح للمصرف واسحب قرض. باشر عند دوام يا معود. دي خد لك زمنية، هي شغلة نص ساعة، نستلم القرض ونرجع. بسرعة اخوان بسرعة. قلت لي نص ساعة نروح نستلم ونطلع مو؟ ابو حمودي النص ساعة بالعراق يعني 5 ساعات بغير دول، شو وقت راح تتعلم؟ ترى والله ما راح استلم فايلاتكم، التزموا بالتباعد الاجتماعي والملابس كمامة خلي يلبس ويجي. يا معود كمامة اشرح من اهلك، غير الوادي من هنا صايرة ويا الفيروس عرض واحد. يلا ماشينا رحمة للممية رضعتها. زعبور؟ انت ايش عندك هنا؟ جاي استلم قيمة حالي حال العالم. هسه كلهم مشوا وما ظل احد، اريدك وانت تنطيني صك بيدي حتى ادعي الموتى. شنو؟ شكو يا ستار؟ معاملتك بيها نقص. لا يا معود خليت بيها كل المستمسكات طالبيها. النسخة مالت البطاقة التموينية قديمة، جيب لي نسخة جديدة وتعال لي باكر. لا على وقتك، ترى ما بيها حيلة زمسر النوب، هسه اروح اجيب لك اياها وارجع. 10 دقائق ويخلص الدوام، كيفك اذا تلحق روح جيب. ها بحمودي شو تقول نلحق؟ وين نلحق؟ ترى دربنا روحه ورجع فوق الساعة، الا اللهم اذا عندك دعاء يقلب سيارتنا هليكوبتر. ترى عجيبين انتو، اكو واحد بالقرن 21 وما يريد يستفاد من التكنولوجيا. وش تسوي هاي التكنولوجيا؟ تقلل مدافر بالدوائر العراقية؟ لا حبيب، ابسط شيء اذا عندك موبايل تقدر تصور كل مستمسكاتك وتحفظها بالموبايل، وين ما تحتاجها تروح تسحبها يم اي ابو استنساخ. صحيح والله، لو انت اليوم مسوي هذا الشيء ابو زيدان كان مشيت معاملتك وخلصت. يا ابو عبشكل، يعني الموبايل او الكاميرا بهيج فايدة؟ التكنولوجيا الموجودة بالهواتف الذكية تخلي العالم كله بين ايدك، صح كل خصوصية ما راح تبقى عندك وبياناتك تنشر على الحبيب، بس بالمقابل راح يسهل لك حياتك. يعني هسا احنا ما عندنا خصوصية ابو حبشكل؟ هاي قضية شائكة وراح اتشيلكم عنها ونفذها عليكم بالمنطقة بالايام الجاية، باختصار هي هاي ضريبة الاندماج ويا العالم الحديث. واني مثل الاثول طول هاي الفترة مكلب بالموبايل الصرصور ومتأخر عن الانجماد مالي شو اسمه ويا العالم الحديث، اروح اليوم اخذ لي موبايل حديث واسحب انترنت والتحق بركب الحداثة. هلو بابا بابا. ها بابا انت نايم موبايلك يصرف انترنت على خالي بلاش، دنطيني اياه خلي احنا نستفاد منه. راح نعطيكم الموبايل بس مو تروحون تكسرونه. خوش البصرة. اها بصرة. اها بصرة. ها بحمودي أو زيدان تقدر تطلع لنا للباب؟ خير شكو؟ تطلع هسه احنا نقول لك. ها وحبشكن أو زيدان تدري انت عزيز علينا واللي يصيبك يصيبنا. هي أدري بس ايش صاير. اليوم طلع قدامي فيديو وشفت ابنك زيدان هو مصوره وناشر على مواقع التواصل الاجتماعي. يا فيديو هاك شوفه.
متابعين دا انقل لكم احداث عركة ابويا وامي بشكل مباشر. لا تنسون اللايك والشير. من اللي كان العايفة؟ مو هاي مو اول مرة تسويها. دوم تطلع من المرافق وما تفتح ماي وراك وتعوف كل شي بمكانه، وانا افوت وراك وانظف. دير ماي وراك يا ذا وقسز. وهاي الفيديو الثاني اليوم اخوي الصغير راح يسوي لكم عجاجة. يلا ددو. لا يا مناعي للوالدين. يا وجيدان قلنا نراويك هاي المقاطع حتى تتخذ الاجراء المناسب. اي ضروري لازم اوقفهم عند حدهم، لان ذاك اليوم بنتي جايبه دعابل وتتحسن بخشمي واني نايم، قعدت وصيحت عليها لانها تقول لي هذا مقلب من مقالب شفا. ومنو هاي الشفا؟ هاي وحده دبه عندها قناه على اليوتيوب ومخربه عقول الجهال. اي وهسه راح تاخذ الموبايل من ايدهم مو؟ لا عندي خطه بديله، راح اخذ لكل واحد بيهم موبايل خاص إله حتى يبطلون اخبارات. بابا. ها بنيتي. بابا تعرف اني ايش راح احب اصير من اكبر؟ رائدة فضاء. لا. مهندسة. لا. دكتورة. لا احب اصير مثل هاي. وليش الا مثل هاي بنيتي؟ وهاي عندها هواية ناس يتابعوها، والبنات اللي بجد اللي عندهم موبايل كلهم يتمنون يصيرن مثل هاي. يبو الحق لي خلاص. رخي الحبل بسرعة. ادري ابني مخبر العاقل انت، بشنو احنا مقصرين وياك وتريد تنتحر؟ لا بابا هذا مو انتحار، هذا تحدي على التيك توك كل الناس تسويه، والتحدي هو لازم تعدم نفسك وتشوف اهلك ايش وقت يلحقون عليك وينقذونك حتى تربح. واذا ما دروا بيك وما لحقوا عليك؟ ها؟ الحمد لله على سلامة ابنك ابو زيدان، مو قلنا لك لا تنطل الموبايل بيد الجهال. لا هاي هي بعد كل الموبايلات كسرتها حتى موبايلي هم، ورجعت على الصرصور. ها ابو زيدان استلمت قيمة. ولك يا قيمة انت الله، ترايح عالبنك ولازم سرعة بالك يوزعون قيمة. زعبور بعد ما عليك عتب. لك ذاك اليوم استلمت، واليوم هم كانوا يوزعون هم استلمت جدرية اللوخ، واذا ما تصدق هاك شوف. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تدوسون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد.